السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية لكل متابعي قناة يوميات أبو براء. أشكر جميع المتابعين على الدعم المتواصل للقناة إن شاء الله. وتحية خاصة اليوم لأخينا سراج علي من ستيف، نشكره على المتابعة المتواصلة للقناة والدعم، بارك الله فيه، ولجميع المتابعين إن شاء الله. اليوم مباشرة من سوق واد سوف للدواجن والطيور كالعادة بتاريخ 9 ديسمبر 2022. السوق ما شاء الله متنوع، خاصة في أنواع الحمام راه متوفر بكثرة. تراجع طفيف إلى أسعار الدجاج، حيث أغلى الدجاج اليوم 150 وكان 135 120. زيد البط البربري ما كانش ياسر، حبت ندخل الكعبة بمية، والبطل البلدي من 40 إلى 50 ألف. أما بالنسبة للداند أغلى مال تباع 350 والإناث كان تباع ب200 و250. أسعار الوز 180 200، ما دخلش بوفرة كوبل ولا اثنين مش مزايد. دخل السبراية الأنيق، دخل البراهمة ما كانش، السمان من 15 ألف لل 20 ألف، الفلوس بزايد، كان البراهمة كان الفيومي من 10 ألاف لل 20 ألف، كان العربي كذلك من 15 ألف لل 25 ألف، كان الفلوس 1000 بكثرة، اليوم دخل بكثرة. أعتذر الجميع لعدم ذكر جميع الأسعار لأن كنت مشغول، عند أخينا أسامة راني نحوش على دول كانكر والحمد لله وجدته، لذلك لم أذكر جميع الأسعار ولم أستطع الكتابة. هذا رجع إلى بعض الألام في اليد، لم أستطع الكتابة، نعتذر من الجميع. وواصلوا على الدعم تاعكم وبارك الله فيكم، وإن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها الدجاج، ها البط، هنا الحجل، سوق روحك مليون إن شاء الله. واو شباك ايه هاو الوز، كوبلة ستينات عطوة في الثمية. والله ماني عارف، لازم راه 40 ألف جوايه هذيك، وين ايه من 40 60 ألف عندك البيع؟ لا لا انا كنت نلقى واحد فلوس ب 40 ولا اسمي عادي، فلوس خير فيلها فلوس تعرف ما ذكر بالله. انا كشيخ وينك
خلي فيها الخير ابو برامج يا سهل. اعطوه 15 مليون. شاطرك وين تجي تجي؟ بين زوج 120 زين ما سموش. زاجل كوبلة ب 400 ما عشتهمش رقال سواك انت ها؟ ما عشت الهكني تعالى سواك لا نشر فيها خاتي بالك ما عشنا بعث لك ولا في المسنجر جيت جدي راتك قادي مردك هاو عطوا 500 في البول ها؟ بس عالكر خلاص انا جاي مش باش شبعت معنا لازم ما نروح يونس بدر أعطوها ربي ما زيدنا منها قد الدجاج كان 130 وكان 120 هاني واني شوف بس بس تجاه من المحسون كان جاي بالدية فيها شوي أو ساعة ما يجيش يا أخي بالدية فيها هم وصينا تو جاي عن جانو ما ما قاهمش شكرا مصمير لي مخبن يمشي عني شريت لا لا جاي من بقيلك عن جانو
سنان ما ربع سنان زال البربر يا بط البربر يا أسقاي تاني ايه اللي صور هيك كلمتني قدو هيا